ارمله ولا مطلقه شلون حالها؟ شو اسوي لها؟ نحركها؟ لا لا انا ما قلت لا زايد هذا اجاوبك احكي لي زواج رحمه لا. زواج انقاذ انت ليش تعتبر كل زواج ثاني هو هدم للبيت؟ حصرا أي. نسوي اليوم انا وحضرتك استفتاء ونفتح مباشره اتصالات مباشره ونقول كم مره اليوم ممكن توافق حضرتك وتقول اني ارفع الرايه البيضاء واصوت خلي زوجي ينقذ ثلاث حالات؟ انا هذا سؤالي بس. دكتور اليوم من جانب شرعي من حق الزوج ان يتزوج بثانيه وثالثه ورابعه، لكن بالقانون العراقي اليوم هنالك طلب أن يكون موافقة الزوجة، ومن جانب آخر هنالك تفريق للزوجة في حال أنه أثبت الضرر عليها، تفريقها قضائي، فهل يعتبر هذا تطليق شرعي؟ يعني اليوم الزوج إذا رغب أنه يتزوج على زوجته بثانية شرعا هل يجب أن يأخذ رأي زوجته الأولى لو أنه خلص اليوم ومن حقه أنه يتزوج والأسباب هو يكون مقتنع بها؟ خلينا نحكم أنه الأسباب هي موجبة فرضا. وإحنا يعني بالنسبة للزواج وتعدد يعني الزواج وتعدد الزيجات، يعني أولا إحنا كموافقة شرعية وكمأذون شرعي أنه لازم زوجتي، يعني كأنه هي صارت هي القيمومة، يعني القائمة عليها، كأنه القيمومة صارت بديها. يعني احنا ما عندنا رخصة شرعية أنا إلا أن أستأذن الزوجة، ولكن أنا لا بأس أن أستأذن زوجتي للحالة. يا أخي أنت ليش وإن رفضت؟ يا أخي أنت هسه أنت ليش تفكر كل زوجة ثانية أنه أنت صرت مجرم؟ أنا أنكرت حق زوجتي، زين أنت ليش ما تبحث سبب؟ أنا هسه أريد أتزوج، زوجة صديقي رجل مثلا راح رحمة الله، ترملت، زميلتنا، بنت عمي، فاتها القطار، زين؟ وأنا أولى، يعني إيش صار بالدنيا؟ يعني إيش صار بالدنيا؟ يعني مرة أرملة وعندها عدة أطفال، زين أنا أروح أطب هسه لبيوتهم؟ هم يقول لك عمي أنت عيب عليك يوم يا رايح راجع، شنو؟ زين وبعدها مثلا شابة، أنا والله مثلا ما قاصد والله أن أتزوجها لغرض الجماع والشهوة الجنسية، أنا لغرض أنه إحصانها، وهذول الأولاد راح يضيعون. صارت الدنيا قلبت الدنيا يعني إذا تزوج شيخ قانوننا اليوم يمنع يا أخي هذا القانون مرفوض، هذا القانون مرفوض. القانون هو ده يقول الآن، يقول أنت لازم تأخذ موافقة الزوجة. القانون أنا أخوان أنا متزوج أربع نساء، أنا الآن بالوقت الحاضر متزوج وكل الناس تدري أنا متزوج بأربع زوجات وأربعة الموظفات حكوميات والحمد لله رب العالمين. ما أخي في مشاكل سرية، نعم تصير مشاكل سرية، بس أكو أسباب، أكو أسباب يعني. فأنت إحنا ليش ما ننظرها؟ زين هاي المرأة العانس مثلا اللي عندها ثلاثة أولاد، انت شابس الان اعزب تتزوجها؟ انت ما تتزوجها، تقول لك لا امك ولا ابوك يقبلون بيك، فشو يصير يعني اذا تزوجت زوجة اخوي؟ شو يصير؟ انقلبت الدنيا؟ طيب دكتور عداي، اليوم عندنا الحكم الشرعي بالنسبه لطلب الزوجه الطلاق لهذا السبب او لغيره، فهل هنالك باب شرعي او جانب شرعي يبيح للزوجه ان تطلب الطلاق؟ اي امراه طلبت الطلاق من زوجها من غير ضرر فقد حرمت عليها الجنة. قد تراه هي ضررا، هي هو أخي الكريم، لعد أنا هسه هم متضرر، أنا هسه هم إذا تقول لي أنا هم متضرر، جيت منك ومتحمل ولابس أنا هم متضرر، هو ضرر إحنا نقدر كل الناس تقدر تبوه. وشنو الضرر؟ يا بنت الناس، هاي امرأة، هاي زميلتك، هاي صديقتك، هاي بنت الناس يعني من أهلنا، وقع عليها ضرر، هاي وحدانية. وين تروح؟ هسه أنا قاعد بالخارج وسافرت بالخارج وزوجها تعرض الى حادث واجت، زين وين راحت تروح؟ ما لحد. زين اسكنها وياي بالبيت؟ مو هذا لازم بيها موافقه شرعيه، شلون تقعد؟ زين شو اسوي؟ صارت زواج مالتي يا اخي، زواج رحمه. زواج انقاذ. انت ليش تعتبر كل زواج ثاني هو هدم للبيت؟ هي هذا يعني يعتبرون النساء بصراحه هو دائما يعتبرون هن اخوات وهن اخواتنا. انا مع ذلك مع الزوج، انا دا اقول لها ايها الزوج تفضلي انت ما يخالف ست شيماء، انا راح تعطيها الجمل بما حمل. شيخنا كم وحده اليوم اذا سوينا استفتاء، مع احترامي لكلامك على راسي، كم وحده اليوم بالعراق، في بلدنا العراق، انا لا اتحدث عن دوله عربيه او اوروبيه، في العراق حصرا، نسوي اليوم انا وحضرتك استفتاء ونفتح مباشر اتصالات مباشره ونقول لو قدر زوجك ينقذ مرأة جارتك أرملة أو أخت حضرتك، أختك، ها أختك متوفي زوجها شهيد، شهيد، ها شهيد
خدم البلد وقفوا يا شهيد ركز. هذا فرضية ما تفهم لأن جمع الأختين عفوا أستاذ مازن يعني. شوف ركز شهيد فضل. يعني خدم البلد هذا دم على راسنا طيب. دم خدم البلد كم وحدة اليوم يعني مرأة أخوها بالإسلام يعني كم مرأة اليوم ممكن توافق حضرتك وتقول أني أرفع الراية البيضة وأصوت خلي زوجي ينقذ ثلاث حالات؟ أنا هذا سؤالي بس للشيخ كم مرأة هذه زوجة مثالية كم مرأة؟ خلي اترك الإجابة أستاذ مازن للشيخ يدعم والله الزوجة اللي تخاف الله والعتها دين يعني احنا نتأسى بالسلف الأمة الصحابيات لما كان يستشهد زوجها هي تقول له هل أدلك على خير الدنيا والآخرة قال وأين؟ قالت هذا زوجتي أخيك وقد ترك عيال فلو أنك تقدمت إليها فتكون علينا كالخيمة. أما أنت تقول لي كم وحدة يا أخي إحنا مو عندنا الوازع الديني إحنا مو ثانيا مو أكو سبب هو سبب الرجال مو إحنا عندنا نشوف أكو أمثلة سيئة أنت تزوجت أنت ليش عفت الأولى طبعا أنت مو يا أخي الكريم مو أكو مشاركة هي بهذا هي تمشي الحياة أما أنه الزوجة تقول لي تتوافق لو ما توافق طبعا أنا أقول لك يعني هناك عدالة يكون في بين الزوجات يا أخي والله إذا وافقت والله يا جماعة الخير والله العظيم كثير من الرجال والله مظلومين يا جماعة يدز الفيديو هو يدز قال لي حجي تعال عمي هذا الفيديو بالله عليك هذا الكنتور كله نازل للقاع والبوفيا كلها نازل قاع الملابس صايرة طن الطفل حتى يدور بنطلون حتى يروح المدرسه والام ما رايح البيت اهله صار اسبوع بالله عليك واذا يحشو يا يصير ده انا اقول لك تعال قل له هو ده يقول جيبوا منظمات حقوق الانسان عم تعال شوفه القدوره بالمطبخ كل ما بقى عندنا معون نظيف بس الشيء ما ترى اكو ايش حالات يعني اكو نسوان انا خلص ست شيء خلي تحزين شيخنا طبعا لحد الان انت ما اعطيت نسبه انا احترم وجهه نظرك وقلت النساء اللي يخافون الله احنا نسائنا كلهم يخافون الله ومعنى انه هي ترفض زوجها يتزوج عليها ما تخاف الله لا انا ما اشاطرك بصراحه بهذا الراي نهائيا جمله وتفصيلا ليش احنا ما نسعد بيت على حساب هدم بيت اخر طيب ليش ما يكون هنالك عداله ليش نسعد استاذ مازن دقيقه بس خلي اسمع وجهه نظري يعطيك صحه وعافيه انا مع شيء واحد اذا هي كانت موافقه على عيني وعلى راسي بس مال يا اخي فجاه طبلها وتدسر الموضوع مدسرة أو بسر يا أستاذ مازن وتفاجئها شيخنا قهرة المرأة صدقني والله أنا أحترم رأيك جدا وأنا قلت لك على الرأس كلامك أنا مع المرأة المجاهدة والمضحية واللي خدمة طيب زوجها واللي سندته قهرة المرأة إذا انقهرت راح تطلب بس الطلاق بس أعطيني فرصة أستاذ مازن يعني اللي سندته اللي وقفت بظهره بزينة وشينة وقفت وياه وقوة عظمة صعبة تالي وقت على مود ينقذ حياة أسرة زوجها متوفي أو كذا تجي وحدة وهذا طيب. التعب كله يروح ترى هذا ألم طيب وهل سهلة تقصد الطلاق شنو الحل احنا قلنا إذا كان شنو الحل المطلق والأرملة بس مو بهيش طريقة شنو الحل بنظرك أنت الآن الأرملة والمطلقة شنو حلها شو سوي لها نحركه لا أنا ما قلت لا صحيح هذا أجاوبك احنا طبعا الحل اي نعم.